اسم النادي الأهلي كماركتينج وعلامة تسويقية كبيرة جدا تقدر تنجح أي مشروع، وأي شركة بالتأكيد بتبقى حريصة إن هي تكون شريكة في مشروع ناجح، مشروع استثماري يقدر يكسب من خلاله ويقدر كمان يقدم من خلاله مشروع جيد جدا الفترة القادمة. أعلم تمام العلم إن هناك بالتأكيد يعني جهات كثيرة تسعى بالتأكيد للعمل في هذا المشروع خلال الفترة القادمة، وده بالتأكيد شيء بيسعدنا، لأن النادي الأهلي بالنسبة لنا هو علامة كبيرة جدا. النادي الأهلي بالنسبة لنا هو العلامة الفارقة في تاريخ الرياضة المصرية وفي تاريخ الكرة المصرية، والنادي الأهلي ليس فقط فريق كرة قدم أو ألعاب صالات، النادي الأهلي كمان كبنية تحتية. أنت بتتكلم على مقر رئيسي في الجزيرة، والصورة لما اتخذت من أعلى مكان في منطقة الجزيرة في الزمالك، هذه الصورة بالتأكيد عايز أقول لكم يمكن لقت رواج كبير جدا بالنسبة لكل الإعلاميين والصحفيين سواء في إفريقيا أو حتى في أوروبا. عندك فرع في مدينة نصر على مساحة كبيرة، عندك فرع في الشيخ زايد إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله خلال شهرين ثلاثة بالكتير إن شاء الله، فرع أيضا كمان في التجمع الخامس. بتروح لصعيد مصر في الأقصر هتفتتح إن شاء الله استاد خلال السنوات القادمة. لا، أنت بتتكلم على مؤسسة رياضية عملاقة ليست فقط في الرياضة أو في الألعاب، لا كمان بنية تحتية بتبقى إضافة كبيرة جدا للملاعب والرياضة المصرية خلال الفترة القادمة. عندك ملاعب رسمية طبعا استاد القاهرة، وعندك استاد الكلية الحربية، وعندك استاد الأهلي والسلام، لكن إضافة ده لما يكون مصر إن شاء الله مقبلة على تنظيم أحداث رياضية كبيرة، ولما لا ممكن تكون مدينة الأهلي الرياضية فرصة لمصر خلال بعد 2030 إن بإذن الله ممكن نطلب تنظيم الأولمبياد ويكون من خلال مدينة الأهلي الرياضية ومن خلال المشروع العظيم ده بإذن الله خلال السنوات القادمة. إحنا بنحلم وكل واحد فينا بالتأكيد عنده حلم مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وطالما إحنا بنشجع النادي الأهلي قبل ما بنشتغل في منظومة الأهلي من حقنا نحلم، وإن شاء الله بإذن الله الحلم بيتحقق لواقع من خلال مجالس إدارات بتشتغل لصالح النادي الأهلي بإذن الله.